الحكومة الذكية اللي هي قادرة على أن هي توفر تجارب سلسة كفؤة آمنة وكذلك سعيدة لكل شخص على هذه الأرض سواء كان مقيم أو زائر. إذا أنا ما قدرت أستفيد من كل هذه التقنيات كيف بقدر أني أنا أخدم شعبي؟ كيف أنا بإمكاني أني أنا أسعدهم؟ فلذلك الهدف من وراء أني أنا أطبق الحكومة الذكية أوفر أهم عملة لكل فرد اليوم اللي هو الوقت، بدل ما أوقف طوابير أني أنا أخذ معاملة حكومية بضغطة زر في نفس الثانية توصلني هذه المعاملة. نحن بدأنا طبعا من الثمانينات وبعدين التسعينات مع برنامج التميز، في بداية الألفين بدأنا الحكومة الإلكترونية، لكن لا تنسين في هذاك الوقت كان تسارع التقنيات وتحديثها كان ياخذ وقت طويل. اليوم كل شهر تنزلنا تقنية جديدة، يعني مو قادرين حتى نحن نلحق ان احنا نطور نفسنا بآليات وكفاءات انها تفهم هذه التقنيات. لذلك انا اعتقد بما ان احنا بيباننا مفتوحة واذرعنا مفتوحة للحكومة المصرية، ووجودنا اليوم يعني اكبر دليل ان احنا منفتحين على الاخر ولمشاركتهم بكل ما ان احنا قدرنا ان احنا نعرفه من عمليات التحول الذكي. ومثل ما قلت لك مصر ما عليها قاصر، مصر عندها كل الممكنات اللي فعلا بضغطة زر بامكانها ان تحول. عينك على العالم.